بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي المشاهدين الكرام، النهاردة معكم حلقة جديدة من مطبخ رئيسة بعد غياب أسبوعين. طبعا معايا الشيف محمد علي شلتوت، كان حضر الحلقة قبل كده معايا، ودي الحلقة الثانية. هيعمل لكم شيش طاووق، وهيعمل كفتة، وهيعمل كباب حلة. الشيف محمد ما شاء الله عليه النفس، يعني قدامكم على الكاميرا كل حاجة هتشوفوها. هو بقى هيعرف نفسه. بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا الشيف محمد شلتوت، كل سنة طيبين. النهاردة هنعمل لكم شيش فراخ، وهنعمل كفتة بانيه، وهنعمل كباب حلة. هنبدأ الأول بالكباب الحلة. طبعا هنحط الحلة على النار هنا، هنبدأ نحط الزبدة. طبعا الشيف محمد عامل كمية أكل عشان عرض الكاميرا، عشان عرض الكاميرا بس. وهي برضو هيشرح الطريقة. نبدأ بقى نشرح اللحم الأول. نعمل عين على الهواء اللحمة. طبعا اللحمة متقطعة مكعبات. اللحمة شلتها متقطعة مكعبات علشان تسيب على طول. تشوح اللحمه تحمر ولا لا تشوح، تاخد صدمه من الاول في الزيت. مع تشويح اللحمه هنبدا نشيش الشيش فراخ. تمام، هنبدا بالبصل. وفي قيود على البصل، لازم بصل الاول؟ لا، امنح البصل يعني تشكيل الخضار الموجود يعني. مع قطع الفراخ المتبله بفلفل اسمر وكركم وبهار وملح ومرق الدجاج، وبنسيبها مثلا نص ساعه في التتبيله علشان تشرب الملح بتاعها. نبدا نحط المكعبات الطماطم مع مكعبات الصدور فراخ. لا ده كركم، نحط كركم عادي. اشرح التتبيله تاني. التتبيله مره تانيه. تتبيله الشيش فراخ عباره عن صدور بانيه فراخ من جوه مخليه، نقطعها مكعبات صغيره كده زي ما انتم شايفين. بنبدا المقادير على الشاشه. بنبدا نتبل مقادير الشيش طاووق على الشاشه. اتفضل يا محمد. ماشي، بنبدا نتبل اللحم الاول. قول المقادير على الشاشه. ماشي، المقادير هي نصف كيلو صدور فراخ، صدور فراخ مخلي، فلفل اسود، البهار، الملح، مرق الدجاج، الكركم، بصل، فلفل رومي، طماطم، الجزر، الزبده، الخضار بتاعها عامه يعني على حسب الرغبه برده يعني. فبنبدا من شكل خضار، بصل، طماطم، شطه الموجود يعني. ومتبل اللحمه، هي التتبيله بتاعتها سهله عادي، فلفل اسمر، وننزل البهار، وننزل كركم، وننزل مرق الدجاج، ونسيب في التتبيله نص ساعه عشان الملح يدوب بالتتبيله بتاعتها. ونبدا بقى نشيش كده، نجيب سياخ شيش ونشيش، ونبدا نحمر في الزيت. ممكن نعملها في الصينيه في الفرن عادي تبقى مشويه، بس عشان بس وقت الحلقه فاحنا هنعملها في الزيت هنا. علي صوتك يا محمد. طيب تمام، هي كده مع التشويح هنا يا جماعه. نشوح اللحمه برده معانا هنا، لازم اللحمه تاخد صدمه. انا جايب لحمه فلت علشان تطيب على طول، ما بتاخدش سوا كتير. هنحط الطاسه بتاعت الفراخ هنا اللي هنحمر فيها الفراخ، وهننزل الزبده هنا. دي لتحمير الشيش طاووق صح؟ تحمير الشيش طاووق. تمام، وهنبدا بقى نقفل بقيه ال لا ماشي ماشي. قطعه بصل مع قطعه فلفل، قطعه طماطم، الخضار حسب الرغبه. الخضار حسب الرغبه الموجود يعني. فلفل رومي. بس التتبيله دي اهم حاجه في الفراخ. التتبيله تتبل مثلا نص ساعه، ساعه بالكثير. كل ما تتسب في التتبيله بتدي طعم كويس، وبيبدا بقى التوابل بتدوب فيها علشان بيبقى لها طعم ونكهه في الاكل. التتبيله هي اللي بتدي الشيش طاووق الطعم. الشيش عباره عن كده يا جماعه. تمام، طبعا الكاميرا، معلش الكاميرا تجيبه ثواني. حطيت الزيت هنا، الزبده في الطاسه، وهنبدا نرص الشيش واحده واحده كده عشان يتقلي معاه في الزيت، مع برضه تشويحه اللحمه فريهه، اللحمه فليتو للكباب الحله. مقطعه الخضار بتاع الكباب الحله عباره عن بصل وجزر، طماطم، فلفل رومي. بنبدا بالبصل الاول عشان بياخد سوا كتير. ماشي، انا هعمل لك دي بسرعه، هنكمل لك دي. ما شهرها واحده، مش هتكمل غير واحده. شوف اللحمه معايا هنا. نبدا نشوح اللحمه كده يا جماعه زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه في اللحمه تاخد صدمه وتاخد لون. هي اصلا السوا بتاعها مش هياخد كتير علشان اللحمه فلفته. ثواني اخر واحده خلاص اهي.
طبعا شيف محمد جايب عينه، لكن هو انا عملت عينه بس عشان وقت الحلقه. عملت معايا شيش فراخ هنا زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، تمام. وعملت لنا الكفته البنيه في سكين، تمام. والكباب الحل اهو جاهز كده، بس عشان وقت الحلقه ما بيبقاش كتير يعني. وبنبدا نشتغل هنا اهو تشويح اللحمه معايا. مقادير الكباب على الشاشه. مقادير الكباب نص كيلو فليتو، لحمه فليتو، لحمه فليتو يعني، تمام. مع الخضار بتاعها اللي هو عباره عن بصل والجزر والطماطم والفلفل الرومي. الحاجه على الشاشه، الحاجه على الشاشه اللي انتم شايفين كده، تمام. والطاول بتاعتها الفلفل والبهار والملح والمرق الدجاج، تمام. ويفضل برده مع التشويح ممكن نحط مثلا عود قرفه كده تخلي الطعم حلو. طبعا اللحمه اللي انتم شايفين كده يا جماعه خدت لونها، تمام. هنبدا بقى نحط البصل الاول. يا ريت الكاميرا تركز في الطاسه بس عشان ايه. نبدا ننزل البصل بتاعي عشان بياخد سوا كتير شويه، تمام. وبعد كده هننزل الجزر، وبعدين الفلفل الرومي والطماطم. هنبدا نقلب الفراخ هنا يا جماعه المره زي ما انتم شايفين كده. اصلا الفراخ ما بتاخدش سوا كتير، فمقطعها كده على صغير انا عشان السوا بتاعها. ارقام التليفونات موجوده على الشاشه. هنبدا بقى نحط الطاسه بتاعت اللي هنحمر فيها الكفته البنيه. الكفته البنيه اللي انا عاملها يا جماعه عباره عن لحم مفرومه، نص كيلو لحم مفروم، عليه بصله مفرومه، عليه الفلفل الاسود، البهار، الملح. بنبدا مثلا نحط عليه 2 عدد بيض مع نص كيلو، بنقلبه في بعضه كده ونسيبه مثلا يريح 10 دقائق ولا ربع ساعه بالكثير، ونبدا نصبع، تمام. وبقى عندي حاجه اسمها بوكسوماتو او جرنيطه الموجود فيهم. بنبدا بقى بعد ما نصبع نعوز كده الصبع جرنيطه علشان هننزله في دقيق وبيض وبالفلفل الاسود بالملح، تمام، علشان بيدي لون كده زي ما انتم شايفين كده، تبقى هيطلع معاكم كده بالشكل ده، تمام. دي الخلطه عباره عن دقيق وبيض والتوابل، الفلفل الاسمر والملح ومش كتير يعني بنطفر. طبعا البصل بدا يدبل اهو. نبدا ننزل الجزر بتاعي. ممكن نحط للخلطه دي توم؟ توم عادي تديها طعم حلو. لا 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 التوم لا، ممكن من التوم ننزل على الكباب على الفراخ. جوه الخلطه دي نحط توم يديها طعم احلى. الفلفل الاسمر بيضيع ريحه البيض الزفار والكلام ده. بس التوم هيديها نكهه احلى في طبعا الشيش اللي انتم شايفينه كده معاهم. الكاميرا هتركز عليه جوه الطاسه. هنبدا بقى ننزل الزبده علشان نحمر الكفته البنيه. طبعا بنكتر الزبده علشان الصبع يحمر ما ينشفش مني، تمام. والكفته مصبحه اهي صوابع كده جاهزه، والخلطه جاهزه عندي. من مثلا كوبايه دقيق نص كوبايه ميه على 2 عدد بيض على رشه فلفل رشه ملح. بنبدا نضربهم كده زي ما انتم شايفين كده خلطه اهي. ونعوز بقى الصبع بعد ما يكون متبل وملفوف يا بجرنيطه يا بوكسوماتو، تمام. وبعدين نبدا ننزل الكفته هنا. معلقه؟ لا مش شرط، هنقلبها كده نطلعها على طول. يا رب. هنقلب معايا خلطه الشيش يا جماعه هنا طبعا الكباب. الشيف محمد نبدا بقى ننزل بقيه الخضار على الكباب. ياخد صدمه برده معاه. وهننزل عليه التوابل بتاعتي عباره عن رشه فلفل توابل. شيف محمد هتكلم بالنيابه عني النهارده، اللي انا معلش واخده شويه واحده مرة دقيق مكعب واحد بس هدنه كده. سبع بهارات. سبع بهارات دي؟ بننزل بقى رشه ملح بسيطه مش بنكتر يعني على حسب الرغبه برده. لما نعوز في الاخر نحط عادي علشان ما يكونش ملح زياده. نبدا بقى نقلب الخلطه كده انتم شايفين كده يا جماعه. طبعا شكل الفراخ شكل الفليتو اصلا ما باخدش بالكثير ثلث ساعه يكون طيب. طبعا الفراخ عندي بنبدا بقى نخليها تاخد صدمه على اربع تجنات، تمام. طبعا انا بنقلب بيدي علشان السيخ طويل، فلو قلبت بالمقصوصه مش هيعادل معايا. ونبدا مثلا نتك عليه كده علشان كله يبقى مع بعض. طبعا الزيت عندي بتاع الكفته هنا. هنبدا بقى ننزل الكفته في الزيت بعد ما يتقلب. طبعا الشيف محمد عنده محل مشويات، كل انواع المشويات في بلده في المحله البحيره. البحيره والمحله ده البحيره. البحيره. وما شاء الله يعني عايزين نعمل له دعايه في القناه يعني على المحل بتاعه ان شاء الله باذن الله. وشهر رمضان الكريم كل سنه وانتم طيبين. يا جماعه انتم شايفين كده لازم تبقى الخلطه بتاعت تقيله شويه علشان
تدي المنظر بتاع البانيه بتاعي من فوق. لو خفيفه هتلاقي الصبع محمر اكنك بتحمر كفته بس مش بتعمل بانيه. لازم كده يكون التتبيله بتاعته الصوص بتاعه يكون تقيل شويه. طبعا انا عارض لكم هنا دي هنا ماشي الكفته بالذات عايزه نار سوا بسيط علشان اللحمه تطيب. لا كله متقلب متقلب ماشي. الشيف محمد عنده قناه على اليوتيوب وعلى الفيس باسم محمد علي شلتوت. اللي يحب يدخل يشوفها يعني يتفرج عليها. بس خلاص طبعا العرض الشيش يا جماعه كده حبه كده العرض بتاعه بعد ما يطيب يعني هو اصلا نجرب استوى خلاص كده. نبدا نقلب برده تقليه بسيطه هنا كده من خلال القناه هنا انا بعمل اعلان للي حابب يظهر معايا في برنامج مطبخ رئيسه دي يا جماعه يتصل على الارقام التليفونات اللي موجوده على الشاشه. اللحمه بعد ما بتاخد صدمه بتدي لون كده شكلها تحفه مع الخضار توصلنا بالفلفل الرومي بالجزر بالطماطم. طبعا عندي الكفته البانيه هنا زي انتوا شايفين كده. الميه جاب الميه؟ لا بالشرط شويه كده لسه مجاش. معلش عايزين ميه سخنه يا جماعه. الميه السخنه نبدا نقلب الشيش بتاعي خلاص هو قرب استوى اصلا كده. لو مفيش مثلا في ناس مش بتحب التحمير علشان الزيت وكده يعني ممكن ترصيه في صينيه وتحطيه ينشف في الفرن بتديله مثلا دهن سمنه او زيت. لا لا من ده بالشرط. لا لا ده ممكن نعمل له نص كوب شوربه تمام متبل وتحط عليه في الصينيه وينساب وتبقى يطلع ياخد وش كده ويبقى تحفه. تحط في الفرن لازم لا بالشرط ان هو سمنه او لا هو بياخد شوربه تمام بياخد شوربه في الصينيه وحاجه حلوه يعني تحفه يعني هتعجبكم. شكل الخضار بقى وشكل الفراخ بدل ما بتنساه. طبق سلطه اهو. طبق سلطه مع عينه من شاورما الفراخ. طبعا ماشي عشان النار دي هاديه شويه يا جماعه ننقل الطاسه هنا عشان الكفته تطلع معايا على طول. طبعا الكباب هنا خلاص قرب استوى يعني ما فيش. الناس بتعمل الكباب بص يا جماعه منظر الشيش حاجه تحفه يعني ممكن اخش في سندوتشات بالكاتشب المايونيز. لو عملت في الخلة الصغيره في الخلة. ما لا ما دي برضه انا مقصره شويه يعني ولا كبيره ولا طويله. مقصره شويه. بص منظر الشيش يا جماعه طالع من الزيت تحفه خالص وحاجه متوفره يعني بسيطه يعني مش مكلفه. نبدا نقلب كده. انا عندي الكباب اهو. ارقام تليفونات الشيف محمد شلتوت يا ريت تنزل على الشاشه. ارقام تليفونات الشيف محمد شلتوت للي حابب يطلب منه اكل او طلبات اوردرات بخصوص المطعم بتاعه. اما هنصفي العود من الزبده او السمنه علشان ما بقاش دسم كتير. شكله تحفه بيغصدنا الفراخ اصلا ما بتعتش تسوى فيه لان واخد الفراخ مخليه من الصدر ومرطاحه كده على صغيره. وطبعا البصل مع الفلفل مع الجزر مع الطماطم في التشويح بيطيب على طول ما بياخدش سوا يعني. بالنسبه للفراخ انت بتعمل الصدور ولا الاوراق؟ لا لا صدور صدور لازم صدور. لا بس الاوراق اطرى. لا لا ده الصدر. لا الورك اطرى والله. بيبقى الورك طعمه اطرى. لا بس هو الشيش مثلا معروف. الشيش طاووق معروف الاوراق. لا لا الشيش طاووق الصدر عشان اللحمه صافي انما الورك. بس الصدر بيبقى شادي شويه. لا مش شلكات شادد ده بالعكس. في ناس بتحب تعمله بالوراك الفراخ. طبعا كده. بس كده تمام بس. وفي ناس بتحب تعمله بالصدور يعني. بس هي وجهه النظر ان الاوراق بتبقى طريه وسريعه. طريه وسريعه في نبدا نقلب الكفته. عايز يتحمر لسه؟ ما هو لسه انا سايبه على النار هاديه علشان اللحمه تطيب تستوي مش على حي يعني. لازم اللحمه الزيت النار هاديه المفروض يطيب. عليت النار هيتحمر وهتلاقي القلب بتاعه نايم. فانت بتستعجليش. ما تستعجليش يا محمد. اشرح الكفته. هنشرح لك الكفته عشان بس انا والخلطه ازاي. تمام الكفته عباره عن نص كيلو مفروم عليه 2 عدد بصل مفروم برده تمام او بنعصر الميه بتاعته بيتحط عليه مثلا رشه فلفل رشه ملح رشه بهار رشه لو في بلح زيت ممكن نزود عادي التوابل
على حسب الرغبه. تمام، بنضيف عليه 2 عدد بيض. مقادير الكفته البنيه على الشاشه. وبعدين بنبدا بقى كوبايه دقيق صغيره كده بنجيبها في حله صغيره وفي حيه. تمام، نفضل على نص كوبايه ميه. تمام، ونضيف عليه 2 برده مكعب 2 عدد بيض برده مع رشه الفلفل الاسود على شريحه الزفاره مع رشه الملح، اكتر من كده ما نضيفش. تمام، بيبدا بقى الصوص بتاع اللحمه بتاع الكفته لازم يكون تقيل شويه علشان يبقى ماسك عليه كده. بص زي بتاع القرنبيط كده، صوص القرنبيط. بص لازم كده، لو خفيف مش هتلاقي الصبع نبش معاك. هيضيع في الطاسه. هيضيع في الطاسه. طبعا اللحمه الفلفل السمك نفس سمك عجينه القرنبيط. طبعا هنطلع الطبق برده. تمام، نبدا نصف كده طبق اخضر. انا جايب لحمه فلفل ما بتاخدش سوا كتير يا جماعه، اللي هي الصغيره. وبعدين بنقطعها كده مكعبات صغيره خالص، ما بتاخدش سوا اصلا، لان لحمه تشاوي اصلا. اللحمه العيال الفلفل ده بنشاوي ما بياخدش 10 دقايق على النار. كمان الخلطه بتاعته بقى البهريز بتاعه كده، الصوص بتاع الفلفل الرومي والطماطم والجزر. طيب الحله اهم حاجه فيه الصوص. الصوص بتاعه. ما استعملتش الميه؟ لا لا لا، لا نستعمل الميه بقى لو اللحمه مثلا شده شويه. شده مثلا مش ناعمه، دي لحمه ناعمه. حته مثلا خشنه من الفخده كده، انما دي العرف فيها ما بتاخدش سوا اصلا كتير. هو معروف ان كباب الحله اهم حاجه. وبعدين اكله يعني سريعه، مش بتاخد وقت كتير ومش مكلفه برضه. اي خضار في البيت ممكن نستخدمه في كباب الحله عادي يعني، مش شرط مثلا، بس اهم حاجه البصل طبعا يعني. ونزود مثلا فص توم مفروم برضه معاه، عود قرفه. منظر اللحمه يا جماعه تحفه، صوص الجزر بالشطه بالطماطم بالهنا والشفا اللي حياكم. الله ينور. طبعا تسلم ايدك. طبعا طبعا نبدا ننزل الحله. طعم الاكل ما شاء الله تحفه، طعمه حلو. شيف محمد قبل كده عمل معانا كبسه سعودي. كبسه سعودي كان طعمها تحفه. اول حلقه كانت معايا الشيف محمد، ودي الحلقه الثانيه. كان عامل كبسه ما شاء الله طعمها تحفه والله يعني صراحه. طبعا بنقدم مع الاكله دي مثلا ممكن نعمل يفضل يعني تاكل نواشف طبق طحينه مع السلطه مع العيش. سندوتشات الاطفال. مش دسم. تنفع سندوتشات الاطفال برضه، واكله خفيفه يعني مش دسم. ممكن برضه نعمل مع مثلا طبق رز بسمتي برضه مع الاكله دي عادي. انتوا وراحتكم برضه. المشكله في وقت البرنامج ما كانش ما نلحق نعمل رز بسمتي. طبعا انا حاطط الكفته يا جماعه على النار هاديه علشان تستوي براحتها. خلاص يعني ربط تستوي كده. خلاص انت قاعد معاك كفته بس مش كده؟ ماليش غير كفته كده. طب برضو انا عايزك تتكلم عن نفسك شويه، انت بتعمل ايه في المحل بتاعك؟ انواع المشويات انا بتعملها. بنبدا نشوي في شهر رمضان بقى. بنبدا نشوي كل اللحوم اصلا يعني، من فيليتو لريش وزبيف لفراخ شيش، فراخ مشويه. ففي ناس يعني شهر رمضان تبقى زي الناس ما متعوده بتحب المشويات وبتحب الشغل ده، فاحنا لازم نظبط لهم الدنيا يعني. كتير طبعا شهر رمضان. طيب ما بحبش الاكل الدسم، كتروا في المشويات بس عشان كده يعني. بتفتحوا النهار وبتشتغلوا بقى بالليل؟ لا انا بنشتغل شغلكم بعد العصر. من بعد العصر عشان الحاجات تفضل سخنه. معلش هي الكفته بس غيبت علشان النار هاديه. تمام، عشان تستوي المفروم بتاعها يستوي عشان الصوص بتاعها ما يفكش منها، يبقى ماسك عليها. تمام، طبعا احنا عرضنا قدامكم الشيش كده، دي منظر الشيش بعد ما استوى يعني. دي تلف في السندوتش كده وتاكل بشويه. يا ريت الكاميرا تركز عليه بس. شويه مايونيز حاجه تحفه. تمام، والكفته البنيه برده ممكن نحشيها في سندوتشات برده. تمام، ممكن تعمل سوري عادي برضه. التوميه تبقى حاجه جميله. تمام، التوميه. والكباب الحله زي ما انتم شايفين كده الصوص بتاعه، قطع الكباب. بص يا جماعه عشان لحمه صغيره. مستويه. شرط اساسي في الكباب الحله لازم تكون لحمه صغيره مع طبق السلطه. طبعا الكفته قدامي خلاص انا يعني قربت تستوي. اهم حاجه اللون دهبي ما تنشفش منك في التحميض، حاجه بسيطه يعني. منظر الصبع بص دسم ازاي، مش فاكك لان الصوص بتاعه تقيل. نبدا نرص بقى على الكفته اللي هنا. كمل في هنا الطبق. معانا تليفون
ماشي. معانا تليفون. الو استاذ نعمان معانا. الو السلام عليكم. شكلك تعرف يا شيخ بتضحك. استاذ نعمان معانا. ايوه مع حضرتك. اهلا وسهلا استاذ نعمان. شيخ محمد بيضحك عشان هو عارف انك تبعه بيضحك. استاذ نعمان اتفضل اتفضل معاك التليفون اتفضل. نعم ازي حضرتك عامله ايه؟ الله يخليك ربنا يبارك فيك يا رب ربنا يبارك فيك. انت تعرف الشيخ محمد شكلك كده. استاذ نعمان الو معلش الخط فصل معلش حظك سيء يا بابا. ده عادي بقى خلاص كده احنا هي الحلقه المره دي ما كانتش دسمه كتير يعني حد كل ده مش دسمه عشان داخلين بس على الصيام وكده فالناس بقى لا في الصيام برضه الناس بتحب الدسم يا محمد محدش لا هو في الصيام الناس مش بتاكل اصلا قد كده لازم المشويات خفيفه لان الفطار اصلا العصير بقى بيغطي عن بقيه الاكل التاني. طبعا رقم الشيف محمد على الشاشه على طاجن يا جماعه كده في الزيت حاجه تحفه خالص يعني نسمي حاجه تستوي بنار هاديه علشان القلب بتاعها يبقى مستوي. طبعا الشيف محمد ما شاء الله عامل الاكل زي الفل. زي ما قلت لكم هو معاه مشروع مشويات في المحله ولا البحيره؟ لا في البحيره في البحيره عندي في البحيره. فيا ريت كلكم تشرفوا طبعا وارقام تليفوناته موجوده اللي حاب يطلب اوردرات. رقم تليفون الشيف محمد موجود. ارقام تليفوناتي كانت موجوده على الشاشه. اللي حابب يظهر معايا في برنامج مطبخ رئيسه يتصل عليا هيشرفني. ويا رب تكون كل سنه طيبين. و محمد لو يتكلم اتفضل ان شاء الله باذن الله. ممكن اقول لكم الطريقه الثانيه بتاعت بس عشان الوقت ماشي نقول لهم. لا لا قول طب بس بسرعه ماشي. هنقول طريقه الكباب ثاني. نص كيلو لحمه فليتو بنقطع عليه 2 عدد بصل. بنبدا نشوح اللحمه الاول توسطنا تمام تحمر معايا كده وبعدين نبدا على صوتك. بنبدا ننزل بالبصل متقطع طرنشات عليه. اول ما البصل يدبل مع اللحمه بنبدا ننزل بقيه الخضار. بنبدا الاول بالجزر وبعدين ننزل الطماطم والفلفل الرومي في الاخر لان ما بياخدش سوا كتير تمام. وبنبدا نتبل اللحمه بتاعتها علشان تشرب من الصوص بتاعها تمام. فبتبدا بقى تستوي براحتها يعني اللحمه الفريتو بالذات ما بتاخدش اكتر من ربع ساعه بالكتير. انما لو لحمه ثانيه بنبدا نزود بقى سنه شوربه. لو ما فيش شوربه مثلا نبدا ننزل سنه ميه سخنه مثلا معاها عادي برده تمام ونسيبها تستوي في الحله براحتها. ممكن بقى مع الـ ماشي استاذ وليد ثانيه واحده ماشي. وطبعا النهارده كانت حلقه مطبخ رئيسه معاكم. يا رب تكون خفيفه عليكم وتكون الاكل عجبكم. ونشكر الشيف محمد وان شاء الله تكون الحلقه ثالثه معانا باذن الله. الشيف محمد بعد رمضان ان شاء الله باذن الله. ويا رب تكون حلقه خفيفه عليكم. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.